الإجراءات التي أعلنتها وزارة الموارد المائية بخصوص الحد من ظاهرة تبذير المياه الصالحة للشرب ستشمل حسب وزير القطاع أصحاب محطات غسل السيارات. certain station service ولا lavage des véhicules استعمل المياه الصالحة للشرب. خذينا على مستوى القطاع مبادرة لتعزيز وتفعيل شرطة المياه. استحداث شرطة لمحاربة تبذير المياه الصالحة للشرب إضافة لتشديد الرقابة على محطات غسل السيارات يقابلها رأي مخالف من أصحاب المهنة. سوينا حنجيبوا له هكذا من بعد ما كانش باش نغسله دوك ما كانش حل واحد اخر لازم نستعملوا هذا. احنا رانا نخدموا بالماء الصالح للشرب وما راوي يضرنا سما ولا نخدم بماء غير صالح للشرب سما ما مشي افير كاع ما نقدرش الله غالب مرقى يعني اكره جبت سيتيرنا ابقى فيها النص هكذا الكليون تاعي تقولوا استنى نروح نجيب سيتيرنا واحد اخرى. وامام هذا الوضع الجديد يطالب مالك محطات غسل السيارات بحلول بديله تكون في مستوى الاجراءات التي ستتخذها الوزاره المعنيه. يديرون حل واحد اخر يخرجونا عين واحد اخر نغلقوا هذه العين. تما اوبليجي نغسلوا بالماء تاع العين و لازم يديروا حل المشكل. ولا فرضوها علينا خويا احنا نغسلوا به. وبينما تطمح الوزارة الوصية إلى التحكم في تسيير المياه العذبة فإن الخبراء يقولون أنه لا يمكن الحديث عن شرطة مراقبة المياه قبل الحديث عن وضعية شبكة توزيع المياه التي تشهد أعطاباً متكررة.